بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة موصولة إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أحباء الكرام حول دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال، عودا لما بدأناه في رمضان مع حلقة جديدة أحباء الكرام من دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال. وحكمة اليوم وأمثلة اليوم حول الدين، ترى ما قيمة وما معنى الدين في حياة الأمة وحياة المجتمع؟ هل الدين شعار أم أنه سلوك؟ هل الدين حياة ومنهج أم أنه مجرد كلمات تقال على المنابر؟ هل الدين مجرد طقوس وشعائر تؤدى أم أنه حياة ومنهج يقوم في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية وغيرها من المجالات؟ كلها أمور في غاية الأهمية لابد وأن نضعها في الاعتبار. الدين في رصيد الأمم والشعوب والحضارات، ماذا يعني الدين أحبائي الكرام؟ في هذه الحلقة الجديدة التي أتمنى أن تكون نموذجا إيجابيا نتعامل به ومعه دائما وأبدا، أهداف هذا اللقاء تنحصر فيما يلي: من المتوقع بعد الانتهاء من الموضوع أن يصبح المشارك حضراتكم قادرا على أن يتعرف مفهوم الدين، يتعرف على أهمية الدين في حياة الأمم، يستنتج ثمار ممارسة التدين بشكل صحيح على الحضارة وعلى الأمة وعلى المجتمع، يتعرف على نماذج من الحكم والأمثال حول الدين، ثم الأهم والقيمة المثلى، يتمثل التدين الصحيح كما أمر الله ورسوله الكريم في حياته. هذه يعني بعض الأهداف، ربما يزيد بعضكم عليها، ربما يحاول أن يضيف، ربما يحاول أن يعدل، ولكن في النهاية يا ترى الدين ده إيه؟ يا ترى هو مهم ولا مش مهم؟ يا ترى ما ثمار التدين الصحيح كما رأيناه وكما نراه في دول ومجتمعات احترمت الدين فاحترمها، فكان ثمار هذا الاحترام بناء وجداني وبناء نفسي وبناء معنوي وبناء حضاري أيضا مادي، ظهر من خلال ما نسميه بالحضارة التي تمثل نموذج. ولماذا تقدم الآخر وانحصرنا نحن وانكسرنا نحن؟ هذا أيضا نموذج يمكن أن نستقرئه في كتب كثيرة جدا، لماذا تخلف المسلمون بينما تقدم الآخرون في وقتنا الحالي، وماذا خسر العالم بكتاب الندوي، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين عندما غاب عنهم الدين وغابت عنهم العقيدة وغابت عنهم الممارسات الحقيقية؟ هذه أمثلة ونماذج مهمة جدا لابد وأن نضعها في الاعتبار. نركز مع بعض ونستعين بالله ونجدد النية أحبائي الكرام. إذا الإمام بعث فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. إذا الإمام ضاع فلا أمانة ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. كم ناس ومجتمعات عايشة الآن وفقد تماما لمعنى ومصداقية الدين في حياتها وكنموذج المفروض انه يبقى موجود. وبالتالي من رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة، يعني كأنه مش عايش، كأنه ميت، كأنه مش عايش، كأنه ميت،
فقد مات وماتت معه الهمة ومات معه الضمير ومات معه العزم، لأن الدين هو الذي يحقق مثل هذه الأمور أحبائي الكرام. وبالتالي عندما يتحول الدين إلى كتاب مدرسي ولا يتحول إلى منهج حياة ولا يتحول إلى واقع اجتماعي يمارس فيه الصدق وتمارس فيه الأمانة ويمارس فيه الإيثار ويمارس فيه الخلق وتمارس فيه الابتسامة الصادقة ويمارس فيه الأمان والأمن كما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى، إذن أنت لا تتحدث عن دين، أنت تتحدث عن طقوس وشعائر بعيدة تماما عن المظلة التي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نكون عليها ونكون بها ومعها ونحيا بها ومعها. وبالتالي فهو منهج حياة لمن أراد أن يعي ويفهم. لا تحدثني كثيرا عن الدين، ولكن دعني أرى الدين في سلوكك وأخلاقك وتعاملاتك. عبارة مهمة جدا، مش كده ولا إيه؟ ها؟ زي ما الأستاذ علاء فريد بيقول، فضل العلم عن العمل مسألة طبعا مشكلة كبيرة جدا ليس لها أساس عندنا، وإنما هم أرادوا أن يكون النموذج فيه من الوعي ومن الحكمة ما يجعلك تقول لمن لا يفهم هذه العبارة ما تقعدش تكلمني كثير عن الدين، ولكن أنا عايز أشوف الدين في سلوكك وأخلاقك وتعاملاتك. وده اللي خلى بعض الناس أمثال الإمام محمد عبده وهو أحد أئمة الأزهر المشهورين، عندما سافر إلى أوروبا عاد وقال: رأيت إسلاما ولم أرى مسلمين. وعندما عايش المجتمع اللي بيعايش فيه قال: وجدت مسلمين ولم أجد إسلام. يعني لقيت ناس متسمية في البطاقة مسلمين بس ما فيش دين، لا توجد ممارسات حياتية حقيقية فيما بينهم. أحبائي الكرام، الدين المعاملة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكتاف. أيوه، هؤلاء الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يؤلف أو لا يألف ولا يؤلف. شفت بقى، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. مفيش حاجة اسمها أنا مالي، أنا ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة بيهم، أنا مين أنتوا، مين أنتوا، هذا كلام فاضي ما ينفعش. وبالتالي يأتي هذا النص الرائع الجميل الذي حفظناه منذ كنا صغارا، والمفروض أن يترجم إلى واقع: الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم. الدين هو إيه؟ النصيحة. هذه مسألة مهمة. الدين أحبائي الكرام، من يرد الله به خيرا، اللي ربنا أراد له الخير وبه الخير، يفقهه في الدين حتى يعرف الفرق بين الخير والشر، ما بين الصواب والخطأ، ويبقى عقله واعي وفاهم ومحدش يضحك عليه ولا حد يستغفله ولا حد يستخف به، لأنه لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس قال أحسنت وإن أساءوا أسأت. ولكن عليه أن يوطن نفسه على إن أحسن الناس يحسن وإن أساء لا، وإن أساء لا يسيء. وهنا أحبائي الكرام، لا إيمان لمن لا دين له. ما تزعلش أما تلاقي واحد قلبه قاسي، أما تلاقي واحد بيقتل في عباد الله، أما تلاقي واحد بيستحل أعراض الناس، أما تلاقي واحد بيعيث في الأرض فساد، أما تلاقي حد ربنا طمس على قلبه، أما تلاقي إنسان كده، اعرف إنه لا إيمان له، وبالتالي لا دين له. ومن لا دين له فلا تأمنه ولا يعني خلاص، هو لا قيمة له على الإطلاق، مش كده ولا إيه؟ أهلا وسهلا بصحتك. فلا إيمان لمن لا دين له. لهذا أيها الأحبة الكرام، ربنا يحفظكم ورب يبارك فيكم، سامحونا زي ما قلت لحضراتكم، التربية الدينية جزء من التربية الإسلامية. التربية الدينية هي الشعائر، هي العبادات،
هي الأمور ذات الطابع العقائدي. أما التربية الإسلامية فهي المفهوم الأشمل، هي البناء النفسي والبناء الحياتي والبناء القيمي والأخلاقي والوجداني وتربية الإنسان عقليا وجسديا وقلبيا، فهي شاملة. ولهذا عندما نتحدث نحن نتحدث عن التربية الإسلامية وليس التربية الدينية، كمفهوم أشمل وأعم. والدين جزء، والدين هو الأهم، والدين هو الحياة. من تهاون بالدين ضل. ما ينفعش أنا تحت مسمى الدين أطلع ناس وأوصفهم بأوصاف ليست فيهم، وفي النهاية أسيء إلى دي. المفروض دي بقى آخر مرة تقطع فيها الكهرباء. آه كفاية كده كده ولا إيه؟ آخر مرة تقطع فيها الكهرباء إن شاء الله. من هدم دينه كان لمجده أهدمه. مركزين في المثل ده ولا لا؟ ها؟ يا يحيى يا عبد الله، من هدم دينه كان لمجده أهدمه. يعني مفيش حاجة اسمها مجتمع ولا أمة بلا دين أبدا. واللي يسعى لهدم دينه وإقصائه وإبعاده يبقى ده بيهدم مجده، ولم ترى منه أي شكل من أشكال الحضارة أبدا. دي حقيقة، والتاريخ اللي بيقول كده، خدوا بالكم. أيوه، هنا بقى ده بيؤمن على الكلام اللي بنقوله، ليس هناك مجتمع ليس له دين. آه مفيش مجتمع ملوش دين، كل واحد كل مجتمع له دينه. ولكم دينكم لكم دينكم ولي دين. مال ايه؟ لا يزال دينك متمزقا ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقا. هنا بقى العلاقة بين الدين في الفهم والوعي وبين التعلق بالدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيوه، وبعدين الآخرة خير وأبقى. ملاك أمركم الدين وزينتكم العلم وحصون أعراضكم الأدب وعزكم الحلم وحليتكم الوفاء في المال لا في الأبدان وفي الأبدان لا في الأديان. كلام جميل ورائع. ملاك أمرنا في الدين وزينتنا العلم وحصون أعراضنا الأدب وعزنا الحلم وحليتنا الوفاء في المال لا في الأبدان وفي الأبدان لا في الأديان. عبارة جميلة لازم نقف أمامها ونحللها ونفهمها، إنما هي مفهومة ما شاء الله، مفهومة مش كده ولا إيه؟ ليس للدين عوض، مفيش عوض للدين، ولا للأيام بدل، أيام بتعدي ما بترجعش، ولا للنفس خلف. ليس للدين عوض وعوض، ولا للأيام بدل، ولا للنفس خلف. كده ولا إيه؟ صح يا شيماء؟ أحبائي الكرام، دين الله الحسنات وحسن النية والقول والفعل. دين الله الحسنات، دور شوف الحسنات فين، وحسن النية، نيتك تبقى حسنة وليس سوء النوايا، والقول والفعل، اثنين بقى، إما تقولون ما لا. فهنا الفعل مهم، والحضارة حضارتنا التي نتحدث عنها الحضارة الإسلامية بنيت على الفعل قبل القول، وإذا قال كان يجب أن يفعل، وإذا فعل كان يفعل بحسن النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات، فالنية. فإذا هنا دين الله الحسنات وحسن النية والقول والفعل أمر مهم جدا في مسألة الوعي بهذا المفهوم. ما نكرهش الناس في الدين، نحبب الناس في الدين، نحببهم بإيه بقى؟ بالسلوك، بالقدوة. في علم التربية لديك القدوة ولديك القصة، نحن نقص عليك أحسن القصص. لا إيمان لمن لا دين له، لا إيمان لمن لا دين له، لا إيمان لمن لا دين له. ده حقيقة يعني.
انا هاجي اقف هنا بقى عند البوست الاخير ده اللي بيقول الى اللقاء مع امثله وحكم جديده وشعاره الدين المعامله، وهطرح هذا السؤال المهم جدا. ترى ما الذي يدفع البعض في بعض الحكومات الى ان يتم الى ان يقوم باقصاء الدين جانبا او باتخاذه عدو او بربطه بفصائل ما معينه؟ هل هذا يجوز؟ أم أنه الأصل في البداية أنه القلوب تموت وأنه لا حديث عن العقيدة ولا حديث عن الدين، وفي النهاية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وبالتالي المبدأ والمنهج هنا واضح من قبل الآخر الذي احيانا انت ترجو له ان يعيش معك وتعيش معه متسامحا. نموذج التسامح عالي جدا احبائي الكرام في ماليزيا، الاغلبيه مسلمين، ورغم هذا التسامح على اعلى مستوى تراه. هناك في الشارع تبقى ماشي او في المكان تجد البوذيه وتجد المعابد البوذيه موجوده، وبجوارها او بعدها بشويه المسجد، ولا تجد صدام ابدا بين هذا وذاك، كل واحد لكم دينكم ولي دين. نموذج التسامح في الفعل، هذا يشتري من ذاك وهذا يتعامل مع ذاك، والفرق ما بين الاثنين هو ان انت بتؤدي سلوكك وانت في حاله اطمئنان وسكينه، فبترغب الاخر الى انه يسال. ترى الى من ينتمي هذا الرجل؟ فعندما يسال يعرف انه مسلم،